تلعب يلا 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 سخن سخن كويس. لمسة والثانية والثالثة باص. بستلم الكرة بالحركة يا رجالة. كابتن مصر مش محتاج. ايه المفاجآت الجميلة دي؟ مش محتاج مهاجم تحت الأربعين. يلا أنا بقى نجم وأسطورة وحاجة جميلة يعني من الشخصيات الجميلة اللي أنا بحبها يعني. ففاجأة جميلة قوي كابيتانو مصر عملتها لنا. ربنا يبارك فيك. كل مرة بتيجي مفاجآت كبيرة. مبسوط قوي قوي إن أنا موجود معاكم، مبسوط إن أنا موجود مع كابتن كاس. مشروع عالمي بكل ما تحمله الكلمة من معنى. وسمعت إن في لعيبة جامدة جدا جدا. عايزين نكسب ولا إيه؟ طب أستأذنك في حاجة. اتفضل. يعني قبل ما بعد إذن طبعا الكابتن إبراهيم، أنا عايز أقول لك على حاجة. احنا قلنا في اهداف كتيره جدا احنا عايزين نكسب النهارده من اجلها، بس في سبب مهم قوي لازم تعرفوه عشان يبقى عندك الاصرار على المكسب النهارده ان شاء الله باذن الله. السبب اللي كان يقصده كابتن كاس هو سبب خاص بواحد من لعيبته، وهو عمر ايمن اللي والدته محاربه السرطان السيده منال محمد، واللي بتخوض رحله صعبه مع المرض. والدة عمر عملت زيارة لابنها عشان تطمن عليه. قلبي بيدق جامد. بعد ما عرفت انه مش مركز في تمارينه بسبب قلقه عليها. حبيبي يا عمر. وحشني قلب امك. وحشني قوي يا عمر. والدة عمر كان ليها أمنية بتتمنى تحققها. صحتك عاملة إيه؟ نعم عمرنا الحمد لله، حبة كده على حبة كده الحمد لله. النهاردة في بالنسبة لي ابننا عمر، والدته بتمر برضك بعض الظروف المعينة وهي نفسها تطلع عمر، فان شاء الله نكسب كابيتانو مصر هيطلعها عمر. ده بقى الهدف الكبير بقى ان شاء الله. ده حلو ده قوي قوي قوي. النهارده عزيمه واصرار عشان نحقق لابننا ولاخوكو اللي هي مامته اللي تطلع عمر. تعالى عمر بعد اذن الكابتن. لا اتفضل. احلى حاجه في الدنيا في الكوره الدوافع. طبعا الدوافع دي اكتر حاجه بتخلينا نحقق المستحيل، واحنا النهارده عشان خاطر عمر وعشان الدوافع اللي الكابتن قالها لكم دي عايزين رجاله في ارض الملعب. عينيكم كده في عينين بعض، وعمر اخوكم وصاحبكم عايزين نفرحه النهارده جامد جدا جدا جدا. اتفقنا؟ اتفقنا. لا سامعوني؟ اتفقنا؟ اتفقنا. اتفقنا. بالتوفيق ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله كابتننا. واحنا سعداء ان الكابتن ابراهيم، وانا زي ما قلت لكم يا اولاد كابتن مصر بتجيب لنا كل مره نجوم كبيره جدا عشان نستفاد منها. ربنا يخليك. وده مهم قوي، احنا كمان كمدربين بنستفاد من الكلام ده كله، فلازم نحيي بقى كابتن ابراهيم تحيه كبيره قوي يعني. انا اللي بشكركم ومستنيكم واشوفكم جامدين جدا جدا، وتحيه كبيره لعمر.